سفرة بترحب بالسادة المشاهدين في كل مكان، واهلا بكم ومرحبا في برنامجكم الشيف. النهارده عندي ريش داني بالمشمشيه والنعناع الفريش والكسكسي، حاجه جميله جدا نشوفها مع بعض دلوقتي. النهارده عندنا زيت عباد الشمس كريستال، هنعمل بيه اول وجبه عندنا اللي هي الريش الضاني مع الكسكسي والمشمشيه. يبقى عندي ريش داني وعندي زيت عباد الشمس كريستال وعندي بصل وثوم وملح ومرق، عندي بشر برتقان وعصير برتقان وعسل ابيض، عيدان القرفه، مشمش مجفف، نعناع فريش، لوز مبشور شرايح، وهنقدم مع الكسكسي. تعالوا نشوف بقى هنعمل ايه في الحاجات الحلوه دي كلها. النهارده يوم جميل وحلو ان شاء الله يعجب حضراتكم. وانت حلو معانا يا حلو، انت يا حلو. طيب كده عندي هنبدأ نتبل الريش بتاعتي. بسم الله الرحمن الرحيم. التونية جميل، الله عليك كده، الله عليك، الله عليك، الله عليك. طيب كده بصوا بقى هنعمل ايه حضراتكم دلوقتي. ادي شوية توم عشان هو شال التون، ادي شوية بشر برتقان كده، بصلايه، ممكن نستعير طماطمية واحدة بس عشان خاطر تديني لون احمر شوية في الرياش لما اجي اشويها كده. عندي زعتر فريش، طول ما انا بشغال، طول ما انا شغال بفتكر حاجات بعملها تاني معايا وانا شغال. شوية زعتر فريش اهم، اللحمة الضاني، روحها التوابل، روحها التوابل. ادي زيت عباد الشمس كريستال، كده الشواية شغالة، وادي الشواية التانية شغالة. عندي شوايات الافرنك اللي المخرج جابها لنا الجديدة، الالوان الحلوة دي، وعندي الشواية بتاعتي العواجيزي اللي هي بتاعتي انا شخصيا، لكن المخرج بحب يدلعنا كده عشان ايه، كده كده كده. اخد شوية عصير برتقان اهم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، حبة ملح وفلفل، اهو شوية نعناع كمان صغيرين. لازم ندي السنة حقها زي ما بيقولوا. الو الو، مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم، ازاي حضرتك؟ عامل ايه؟ في نعم والله يا ست الكل، اخبار حضرتك انت ايه؟ الحمد لله. انت الاكل الجميل والحاجات اللي بتعمل في الاكل شكلها يفتح النفس والله. انت ست زي الفل وكلامك يفتح النفس على الصبح. الله يخليك وما شاء الله عليك، والله الواحد بينتظر البرنامج بتاعك عشان يتعلم منك. ده انا بتعلم منكم كل حاجة يا ست الكل. الله يخليك يا شيخنا، ربنا يديك الصحة يا رب وربنا يوفقك. ربنا يزيدك من نعيم الله ويخليكي لنا وما تحرمش من صوت حضرتك الجميل. الله يخليك يا شيخ. حضرتك ليكي سؤال عندي يا فندم؟ لا والله الله يخليك، كله زي الفل ما شاء الله على أكلك جميل. يا صباح على طول. يا صباح الفل على ست الكل. صباح الهنا على عيون حضرتك. كده هنا الفرن بتاعي شغال. هنعمل إيه بقى يا عم هشام؟ هنصفي الجمال ده كله.
كده زي ما حضراتكم ده شايفين. ادي الريش بتاعتي ست رشا. سلام عليكم. السلام. ازيك يا ست رشا؟ عامله ايه؟ الحمد لله. زي حضرتك؟ في نعمه يا بنتي والله. لو سمحت كنت عاوزه اسال حضرتك سؤال. اتفضلي. لو انا ما عنديش سوايه البديل سوايه الفرن تنفع؟ هقول لسعادتك حاجه، لو انت ما عندكيش شوايه على عيني وراسي، ادي شوايه طاسه التفلون دي، دي اهي او زيها اهي، دي تفلون بحطها على النار بدهنها ماده دهنيه. هتفرق ايه دي من دي؟ الشوايتين واحد. ده تفلون اهي حضرتك، دي ما تخافيش منها، هتشوي فيها بس مش هتديك العلامه اللي هي قدام حضرتك دي، لكن هما الاثنين واحد، هما الاثنين واحد، دي تفلون ودي تفلون. فالشركه اللي عملت الشوايات دي هي اللي عملت دي، بس طبعا دعمت لك دي بشرط كده عشان تديكي منظر جميل، لكن هما الاثنين واحد. اي عندك طاسه حضرتك تفلون يتوكل على الله. كده هنجيب شويه زيت عباد الشمس، مش كتير اهو، دي الريش بتاعتي. انا بعلمها بس اهي، هذا الجزء بتاعي ده مش هرميه لان هحتاجه. طيب كده نبدأ نعمل الكسكسي. برضو عندي الشوربة بتاعتي موجودة اهي، اشيل دول على جنب كده. طيب نبدأ نعمل الكسكسي مع حضراتكم. طيب هنا كله شغال، نبدأ نشتغل مع حضراتكم كده. يا ست أميرة. السلام عليكم. ازيك يا شيخ؟ عليكم السلام يا ست أميرة. يا أخبارك؟ كويس الحمد لله. أنت أخبارك إيه؟ الحمد لله. انت تأمريني سعادتك. الامر لله وحده. ازاي حضرتك؟ الحمد لله يا فندم. اكلك جميل جدا. تعالي كل معانا يا ست الكل. بألف هنا. تحت امر سعادتك تأمريني. انا بس بشترك بس معاكم ان انا اول مره اتصل. ده شرف لينا يا ست الكل، ودايما تكوني معانا على طول ان شاء الله. اتفضلي تسؤال. ممكن اطلب طلب؟ خدام سعادتك يا فندم. انا عايزه بس اضافه نص كيلو دقيق يتحط له قد ايه كيكه يعني؟ ايه نص كيلو دقيق؟ انا عامل كيكه. مش معنى نص كيلو دقيق، ما تاخدي مقادير الكيكه وتخلصي نفسك، واحسن لك واحسن لك. هنلفهم دول حوالين بعض ليه؟ هي الكيكه مقدارها عندي 350 جرام دقيق، على 10 جرام محسن كيك، 8 جرام بيكنج باودر، 5 جرام فانيليا،
ذره ملح، ربع كيلو سكر، و10 بيضات. هنعمل ايه بقى حضرتك؟ احط البيض مع السكر في العجانه المكنه بالمضرب، لما تعمل فوم، عملت فوم، بنزل عليها بالفانيليا بالبيكنج باودر، احسن الكيك، ذره ملح، خلاص عليت معايا. بديها 350 جرام دقيق بتوعها، بعد كده هدخلها الفرن. يبقى حضرتك ولا تتعبي نفسك، نص كيلو دقيق ولا ربع كيلو دقيق، هي المقادير بتاعتها معروفه عالميا، ولا تشغلي بال حضرتك، وتوكلي على الله اشتغل، مفيش اي مشاكل خالص. طيب كده هنا نقلب اللحمه بتاعتي اهي اهي. الميزه بقى في الشوايه اللي قدام مني دي يا جماعه، اللي هشام ابو الدهب جايبها لنا، بطبخ فيها، بشوي فيها، بدخلها الفرن متعدد الاغراض اهي. كده زي ما حضراتكم كده شايفين. والكسكسي بتاعي حطيت له شويه زبده، شويه زيت عباد الشمس، زيت كريستال، سمنه كريستال، كل اللي انت عايزه تحطيه، محدش ليه حاجه عندك. ست سلمى سلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا ست سلمى؟ تمام الحمد لله. ازيك يا شيف عمرو؟ والله في نعمه يا بنتي. بقول لك يا شيف معلش، عايزه طريقه شربك السي فود. حاجه تانية يا فندم؟ ربنا يخليك. على عيني على عيني على عيني. شوربه السي فود يا جماعه كلنا نقدر نعملها بكل سهوله وزي الفل، نقدر نعملها زي ما حضراتكم عايزين. ايه هو مقاديرها؟ عندي اسماك مشكله، اسماك مشكله، بصل وجزر وكرفس ورق لورو وحبهان، بصل وجزر وكرفس ورق لورو وحبهان، كل الكلام ده بحطه في الميه يغلي على النار مع الاسماك المشكله. كده بحضراتكم انا كده بفرك مكعب المرق ده عشان لما احطه مع الكسكسي ما يبقاش مكلكع معايا اهو. كده نقلب بقى الكسكسي. ليه كذا طريقه نعمله، ممكن نسقيه باللبن، نسقيه بالشوربه، نعمله حمام بخار، كل اللي انت عايزاه اعمليه، بس انا بسهل المأموريه لست البيت عشان ما تزهق. انا بحبب المطبخ لست البيت عشان دايما ما تبقاش متضايقه منه وتعمل لنا شغلانه وتقول لي كاني وماني. الخليط اللي انا شلته اهو يا عم هشام، اهو يا باشا، يا عم عبد الفتاح، يا عم عبد الفتاح بشكرك على اتصالك يا حبيبي. ادي اهو، شفتوا بقى الحلاوه والجمال. طيب نبدا بقى نحط الشوربه بتاعتي. عندك لفظات هنا كده للحلل دي اهو، بسم الله الرحمن الرحيم كده اهو. يلا مش هتخسر. ادي الشوربه بتاعتي. هستاذنكم واخد فاصل وارجع لكم تاني. اوعوا تروحوا المحطه ولا تروحوا في حته. رجعنا حضراتكم تاني بعد الفاصل. تعالوا نشوف بقى هنعمل ايه. ادي بشر البرتقال. عندي ادي الدراي مشمش كده. بعد كده هنعمل ايه؟ شوف هنعمل ايه. ادي حبة برتقال، حبة العسل النحل اهو.
كده. طبعا احنا زودنا برتقان واحنا شغالين كده، بنزود تاني اهو. اللهم صل عليك يا سيدنا محمد. بعد كده الله، وادي الفرن بتاعي، بسم الله. مين شريك معايا في الفرن بقى؟ ابراهيم عز وبكار وجدع اللي هو ده اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ هشام وحيد هو اللي هيخرب الدنيا. اتش خلي بالك، مش هشام هنا وهشام هناك، لا تشتغلون انتوا الاثنين، لا خبطتين في الراس بتوجع. ريزن صوص، ريزن صوص او السلطاني صوص او الزبيب صوص، ريزنز سلطاني او زبيب، الثلاثه بنضربهم اللي هو الزبيب بتاعنا الجميل. عندنا كبده بصوص العنب او بصوص الزبيب. طيب عندي زيت ذره كريستال، كبده ضاني، كرات، فلفل احمر حلو وحار، وزعتر مجفف، وتوم وبصل اخضر. صوص الزبيب هنتكلم عنه دلوقتي. عندي زبيب وملح وفلفل، وادي الدمجلاس على النار. قال لك غنى بتاع الدمجلاس جت على راس ناس ناس. كل الكلام ده هنعمل فيه، انا عايز دي الاول. بص ولا بكر رد عليا ولا هشام كلمني ولا هشام التاني كلمني، وسايبين الحاجة تضرب مني في الفرن. الكاسف ها؟ رومون قال له سيبها تتحرق، رومون ها؟ عشان مش هاكل منها. هو لو اصلا فاطر هو يعني انت بحب يعني هو بحملنا الذنب يعني بشيلنا الذنب يعني عشان هو صايم؟ يا عم افطر وخلي الشغل ما يقعش. كان اتفضل بقول لك امبارح كان عازمه على بيتزا بالفراخ. بقول رومون قال الكلام ده كان بعد المغرب يا عمي. طيب النهارده طب بقول لك ايه، عشان ما تيجي نعمل شويه فلاورز ورد كده عشان نزود بيها الطبق، عشان النهارده المزاج رايق عندك وانت محلو كده اليومين دول. تعالوا بقى نعمل ايه، وردايه بما اننا عندنا بصل اخضر. احنا اتفقنا مع بعض ان احنا هنعمل حلقه على الفيجيتابل، هتيجي وردية حلوة صدقني ما تخافش. طيب احنا كده بنتدلع براحتنا اهو. في ميه ساقعة كده، وناخد بقية البصل، وهنشوف في نادرنا بقى هنعمل ازاي في الكبدة. عندي ديمجلاس شغال على النار اهو، هو عبارة عن ايه؟ جمال قال لي هنزل اشتري لك دمجلاس، ونهى قالت لي طب هنلغي المنيو، وهشام قدام قال لي ما اعرفكش، اللي مكتوب في الورق يتعمل، يا اما اتصال صغير 30 طباخ هيكونوا موجودين. وانا طبعا انتوا عارفين ان انا عايز اكل عيش، لا املك غير اقول نعم وحاضر.
حرقت بصلايه مع بصل وكرفس وجزر اهو، وضفت لها شويه دقيق ومكعب مرق، وكله زي ما انتم شايفين شغال زي الفل. يا ست ام محمود سلام عليكم. ست انا ست شيرين، يا عامل ايه يا حبيب قلبي؟ صباح الهنا على ست الشاشه، وحاجتك حلوه وحاجتك جميله، كل الناس بتحبك في كل مكان وكل بلد. ست ام محفوظ خيرك عليا وكلامك يعني ليا ده مش عارف اقول ايه. الله يخليك بينا يا رب، علمتنا كل حاجه، احنا اتعلمنا منك كل حاجه حلوه. انا اتعلمت منكم الادب والاخلاق وكل حاجه حلوه في الدنيا. ووصلتني نبي محمود في السعوديه ولمحمد اني يعني انت بقى برنامج بتاعك ده عسل. انت ست وكمان عاملين في عسل وكلهم جمال كده وانت جميل انت ست زي العسل، ربنا يكبر بخاطرك ويخليك لينا. سؤال حضرتك يا ست الكل، ست ام محفوظ. طيب بشكر حضرتك على اتصالك الجميل يا ست الكل. كده هنا زعتر ملح وفلفل ودقيق، ادي الكبده بتاعتي اهي. المخرج بيقول لي خليها ايه نصين كده عشان الوهم، ولما بيجي يخشوا علينا الجماعه دول التتار دول بياكلوا ومحدش بيرحم التاني ولا بيسيب فرصه للتاني، كله بيلغ اهي. يا عم عبد الفتاح. السلام عليكم. صباح الهنا على عم عبد الفتاح. صباح الخير يا كشفنا. صباح الفل يا كشفنا. اخبار حضرتك ايه؟ في نعم والله يا عم عبدو. الله يخليك، والله احنا بقالنا سنه عمال نحاول عشان نكلمك ما فيش. يا عم قول انا جيلك لغايه عندك يا عمي. الله يكرمك تيجي تشرفنا يا شيخ. يا عم ليه نتعبك احنا يا عم؟ انا جيلك لغايه اسوان يا عم. الله يكرمك بارك الله فيك. تؤمرني يا عمي. الامر الله وحده. عاوزين جميع الخضروات للحفظ في الديك فريزر. ان شاء الله هعمل لكم حلقه باذنك انت يا رب، خاصة عن الخضروات وتجميد الخضروات وكل حاجة عن خضار. طبعا كل سنة وانتم طيبين، دي عادة وربنا ما يطاح عادة، لان كل سنة بنعملها ولازم نعملها ان شاء الله. طيب كده بصوا شغال، كله شغال. طيب نقلي بقى ايه الكبدة ونشوف بعد الكبدة هنعمل ايه عشان يومنا يبقى جميل وحلو ومحدش يعلق علينا. ادي الزيت دورا كريستال اهو، مش كتير مش كتير. نبدا نقلي الكبده. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ست ام تامر سلام عليكم. يا صباح الفل والياسمين والورد. ستي وتاج راسي واختي ست ام تامر صباح الهنا. ازيك يا فلاء؟ يا صباح الفل. زيك يا ملك. انت اللي ست الكل يا ست الكل. الله يسلمك، اخبارك ايه؟ في نعم والله يا ستي. الحلاوه دي، ايه الحاجات الحلوه اللي احنا شايفينها دي؟ ده حلاوتك يا ست الكل، حلاوتك يا ست الكل، ربنا يكبر بخاطرك. الله يسلمك يا رب، الله يبارك فيك. سؤال حضرتك ايه يا فندم؟ سؤال ما يؤمر عليك عادي، بس بسلم عليك. انا بقالي كتير ما كلمتكش، كنت تعبانه شويه. الف سلامه على حضرتك، اجر وعافيه عند الله. وصلي على محمد وصلي على رسول الله وصلي على كل هوافي حد ما يستغنى عن رسول الله. عليها افضل الصلاه والسلام. عليك من حد انت. عليها افضل الصلاه والسلام، عليها افضل الصلاه. اي حد يزعلك قول لي بس. انا بص، طول ما انت ورايا وست مسيف ورايا انا ما بخافش من حد. هجيلك من الامارات بس ولا عليك. احنا ما بنخافش من حد، طول ما انت ورايا ما بنخافش من حد. الله يبارك فيك. صباح الهنا على ست الحاج. بعودة الايام يا ستي، صباح الهنا على ستي. بشكر حضرتك على اتصالك ست الحاجه من الامارات. كده هنا استنى شويه لما الطاسه تسخن، انا ما عنديش حاجه، ما عنديش مشاكل، ما فيش مشاكل خالص عندي. كده نقطع شوية فلفل برنواز. ست ام سلطان سلام عليكم. الو ابو علاء، ازيك عامل ايه؟ صباح الهنا على ست ام سلطان، صباح الفل. انا
انا كريمه من المملكه العربيه السعوديه من ابها. اهلا اهلا اهلا، صباح الهنا، بلد الرسول عليه الصلاه والسلام. اتفضلي يا ماما. انا الشرقيه من بالبيت. يا اهلا بيك يا كريمه، فكر ابراهيم. يا اهلا يا اهلا بسعادتك. يا اهلا بيك يا عسل، انت عامل ايه وازاي صحتك؟ انا في نعمه طول ما حضرتك بخير يا فندم. يا حبيبي احنا عايزين نشوفك في عرها ان شاء الله يا ست الكل. على عيني حاضر، ونشوفك تشرفنا. على عيني، ده شرف ليا يا ست الكل. انا شرقاويه من بالبيت. اهلا بيكي واهلا بشباب الشرقيه، اهلي وبلدي واخواتي وحبايبي وكل حاجه حلوه لينا في الدنيا، بلدنا واخوات من بلدنا في الشرقيه كده. هنا طب انا عايز اعرف، رمون صايم جيب لي سندوتش وقف رغيف برغيف وقف ورا بعيد ده، كل عايز رغيف كبده. طب مختشي عيب، حرام انتوا صايمين، عيب 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 عيب، مش كده كده. هنا بقى بسم الله الرحمن الرحيم، زي ما حضراتكم ده شايفين، ادي الكبده جاست تاتش، يعني دوبك تلمس الزيت وتاخد لون براون وتطلع، عشان دي مش عايز اسويها كتير عشان احس بطعم الجمال اللي فيها، احس بطعم الجمال اللي فيها. ادي الزبيب بتاعي الريزنز اهو، حلقة جميلة خلي بالكم معانا النهاردة. نعم يا فندم، ما انت بتقول لي ما انت ما فيش ولا حلقة ليك حلوة، هتقول لي هتطلع الجمال منين؟ انا جبت سيرتك، انا ما قلتش هشام. ما انا بخاف قوي على صوتك. احنا عايزين شوية جرجير يا عم عشان الكبدة دي يا استاذ رمون. فين ابراهيم؟ قاعد على المشنة بره؟ طيب مش عايز اسيب المشنة عشان هو قاعد على الكيس هناك. هو قاعد على الكنترول في المشنة، قاعد على الكنترول كاشير يعني، ورمون بروح السواق البضاعة جباله على الريسيفنج، ريسيفنج اريا. طيب كده هنا. طيب نعم يا فندم، كده هستأذنكم واخد فاصل، هنغرف ال طبعا ادي الكسكسي وادي الريش، هنغرفهم وهنقف شغل في الكبده زي ما المخرج قال لي لغايه ما نرجع لحضراتكم تاني. هو دور المحطه ولا تروحوا فين. رجعنا حضراتكم تاني بعد الفاصل ونشوف عملنا ايه دلوقتي مع حضراتكم. ادي الزبيب مع الفلفل الحلو والفلفل الحار والكرات والبصل الاخضر. هنعمل ايه بعد كده يا عم هشام؟ اجي بقى هنا بالكبدة بتاعتي دي اهي، كل الكلام ده جميل. ادي شويه الصوص بتاعي اهو،
يا صلاتك يا سيدنا محمد، اللهم صل عليك. اهو اشكر الله. الحلو حياتي وروحي اقول له ايه؟ النهارده احنا بنطبخ بجد. يا عم نادر سلام عليكم. اهلا وسهلا، كيف ازيك يا عم نادر؟ ازيك يا كبرنا؟ صباح الفل على حبيبي وعمي. اهلا وسهلا، اهلا بيك. امرني يا قمر. الله يكرمك، انت عامل ايه؟ في نعمه والله يا استاذ نادر. الله يخليك، انا برضو شيف بس على صغير شويه. احسن مني يا حبيبي. الله يكرمك، الله يصلح حالك، الله يكرمك. تأمرني يا قمر. انا بس انا بتكلم على اساس ان في ناس شيفات واخدين المهنه يعني على اساس انها فلوس. انها ايه؟ واخدين المهنة على أساس إنها فلوس. فلوس. وفي شيفات واخدينها على إنها مهنة بيحبوها وهواية بيحبوها. فإيه الفرق بين دول وده؟ هو ما يمنعش إن أنا أطمع في كرم ربنا وأكون واخد فلوس، لأن أنا مش هشتغل ببلاش. ما يمنعش إن أنا أشتغل عشان الفلوس. ولكن أكون أدي الحاجة حقها. يعني أنا ما أخدش فلوس وتبقى المهنة بتاعتي أونطة. هو كلنا بنشتغل عشان الفلوس. يعني انا ما اضحكش عليك، كلنا بنشتغل عشان الفلوس. ولكن ما اعملش انا ناس اقول لك لايز ده كويس، ادي المهنه حقها عشان انا بحبها. وطالما حبيت المهنه ربنا هيكرم، لان اي حد بيعامل ضميره في شغله ربنا هيكرمه ويجازيه خير. ربنا هيكرمه ويجازيه خير. طبعا عندنا الكسكسي برعاية كريستال غرفناه. وكده ادي الفلاورز اللي انا عملته وانا واقف شغال بسرعة. دي برضو من ضمن المحبة في شغلي وانا شغال. يعني انا بحب شغلي وانا واقف زوقت بصلايا. يعني ما لفتش مطور ولا عملت فستان سواريه. بصلايا قدام مني طلعت معايا زي الفله. ده طبق كسكسي برعاية كريستال بزيت عباد الشمس كريستال اللي هو كان اول الحلقه. ما عنديش شوايات. انت في شوايه عندك ولا حاجه؟ دخان؟ ما بندخنش يا ابني، احنا بنشم بس. مفيش حاجة، عندي كل حاجة زي الفل. عاملينها بالدخان، حد جنب السيجارة مندوخ. ده الطبق الريزن صوص أو الزبيب أو السلطان. عقبا لكلام الأستاذ اللي كلمني محمد، الشيف محمد. إنسان لما بيحب شيء بيتغزل فيه. ما بحب شغلته بيتغزل فيها. يعني انا بعمل يعني حاجات بسيطه بس بتبان. الو نانسي. الو صباح الفل يا ست نانسي. ازاي حضرتك؟ عامل ايه؟ تمام. ازيك يا جميل؟ الله يبارك في حضرتك. الله يخليك يا شيف. شيف، كنت عايزه بس طريقه السمك المشوي التتبيله بتاعته ايه بالظبط؟
سمك المشوي ولا المالي حضرتك؟ لا المشوي، المشوي اه. التتبيله بقى اللي تطلع الريحه الحلوه ليمون ثوم كمون زيت زيتون ملح وفلفل، يبقى ثوم وليمون وكمون وزيت زيتون وملح وفلفل. عايز تحط شويه جنزبيل فريش يبقى يا مرحبا، عايز تحط شويه زعتر فريش حط يا مرحبا، هيخلي ريحه السمك اوعي. لو هتتبلي المقلي اعملي نفس التتبيله بس شيلي الزيت، هيبقى معاكي زي الفل. كده الطبق بتاع الكبده اهو يا استاذ محمود، استاذ عم محمود، يا استاذ عم محمود اشكرك يا عم محمود. كده عندي جرطان البطاطس، فاحنا اتفقنا ان شغلة المطبخ دي شغل الضمير، وعلى قد ما بتديها ربنا يديك. ازاي؟ صباح الخير يا ست ام سيف. صباح النور، ازيك يا شيخ؟ صباح الهنا على الحاجه. صباح النور عليك يا جميل يا منور يا عامل الكبده بقى، هتخليني ارجع انت كل يوم حركات، صمل كل يوم حركات. انا عارف ست ام سيف دلوقتي هشوف الكبده هتقوم تنفذها على طول. بعد ما نفس مرات ابني اقول لها ايه رايك في الكبده دي، ابعت الشغاله تروح تشتري لنا نعمل كده زي الشيف. ابعتها لك عن طريق الدي اتش ال؟ لا لا ما ينفعش كده، ابعتها لي في الطياره باجي باجي اكلها وباجي. صباح الفل على ست ام سيف. صباح النور، كل اسبوع انت طيب. عندنا بقى بكره عيد الوطن بتاعنا بتاع الامارات. لا هنبعت لكم التحيه بكره على الهوا على طول. الامارات ده بلد غاليه علينا، الامارات دي من البلاد الحلوه الغاليه علينا 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 علينا. يا استاذ ايهاب سلام عليكم. عليكم السلام، اهلا وسهلا بيك. نهاد انا اسف، حقك عليا يا ست نهاد. مفيش مشكلة، ازيك يا شيخ؟ الله يخليك يا ست الكل، ازي حضرتك؟ ما شاء الله عليك وتسلم ايدك وربنا يديك الصحة والعافية، ونحن في السودان كل يوم بنتابعك وما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، عين الحسود ما تشوفك. حبيبتي والله كلامك ده يعني مش عايز اقول لك بيفرحني قد ايه ان اهلنا واخواتي وحبايبي في السودان بيتفرجوا علينا، ده شرف لينا كلنا في القناة. عندنا في السودان مثل بيقول اللي ما تلحقوش بدعوا. الله اكبر. ايوه. صباح الفل على ست نهاد. ليكي سؤال يا ست الكل؟ يعطيك العافية، وربنا ربنا يحفظك وربنا يخليك، وحبيت اسلم عليك. صباح الهنا على ست الكل وصباح الفل عليكي من مصر للسودان، بلدنا الشقيق، بلدنا الثاني. بلدنا الثاني السودان الحبيبة. كلنا الحمد لله، كلنا الحمد لله أسرة واحدة. كل البلاد العربية دلوقتي كلها الحمد لله بقت بيت واحد. مصر والكويت والإمارات والسودان كلنا بينا أهل واحد. ألو؟ صباح الخير يا ست تربين. ست وفاء صباح الهنا. صباح الفل يا ست تربين. إزاي حضرتك يا ست الكل؟ الله يخليك، أنا قابلت حضرتك من كذا سنة في سوبر ماركت كبير وطلبت من حضرتك يعني نصيحة في الحبهان، وقلتها لي كنت واقف جنبي في قسم التوابل. أيوة. فأنا دلوقتي بقول لك متشكرة جدا جدا جدا. بقالي من ساعتها بحاول أن أكلمك، شوف بقالي كام سنة. طب والنبي تفكرني بيها كده عشان أنت عارفة السن عدى عندي والزهايمر اشتغل. كبيرة برضه يا شيخ شربين. نعم. أنا كبيرة. عندي 60 سنة يا شيخ. يا رب يبقى عندك 160 سنة. ما تقولك يا ست ما تكبرناش احنا كده بقى كده. يخليك يا رشيف شربيني. ميرسي جدا وكلك ذوق والله. تحت أمر سعادتك يا حبيبتي، ربنا يخليك ليا. بشكر حضرتك يا ست الحاجة. وعلى فكرة بمناسبة ال 60 عايز أقول لكم على حاجة جميلة جدا. واحد صاحبي اسمه كنوز كلاوس. أكيد هو سمعني دلوقتي. كنوز كلاوس ده كان صديق عمري في الفنادق، هو من ألمانيا ولكن متجوز واحدة مصرية وطبعا إسلم وحبيبي، يعني أنا اللي متجوزه وزفته وراها في حنطور، يعني النهارده كنت جايب له عربية زفه فيها
قال انا عايز حنطور. فطبعا كان معايا في مصر هنا، وبعدين عمل ترانسفير لاوروبا وسافر. فوجئت من سنة او ست شهور مش فاكر كده، وانا في سوبر ماركت كبير لقيته هو ومراته. طبعا عشرة عمري خدته بالحضن، بقيت فرحان قوي بيه. لكن هو رد عليا بقول له انت فين دلوقتي؟ قال انا فري، انا في منتهى السعادة، خلاص طلعت للدنيا. قلت له ازاي؟ قال لي انا طلعت معاش، عايش حياتي بقى. انا النهارده مولود جديد، طالما طلعت معاش ما عادش عندي تليفون ارد عليه مهم، ولا ساعه ابص لها عشان اتاخر، ولا خبر استنيه مستعجل. كده انا فري، اعيش حياتي زي ما عايزها، اجري العب اتنطط، انا لسه مولود جديد. في اوروبا اللي بيطلع معاش بيبدا يحس بالسعاده ويبقى يعيش حياته. يبدأ هنا مشكلتنا في مصر، اللي بيطلع معاش بيتفصل له جلابية وطاقية ومنشة عشان يقعد في الشمس ويغني ظلموه ويندب حظه. طب ليه يا عم الحاج؟ انت في العيان شبابك كده، عيش حياتك زي ما انت عايزها بمرض الله، لكن ما تحطش نفسك في ام وتقول لي خلاص انا اتركنت على الرف وطلعت معاش. وفي ناس بتعيط. وطبعا هو يمكن البكا والعياط عشان الدخل هيقل، ولكن اي واحد فيه زي حالتنا عنده عياله ويقدروا يصرفوا عليه وبرضه يعني يعوضوه عن اللي كان بيقبضه، ويعيش حياه جديده وحلوه. في اوروبا كلمه الستين سنه دي بيبقى لسه طالع يعيش حياته من جديد. فيا ست الكل، 60 سنة يعني انت لسه هتعيشي شبابك وحياتك. طيب كده هنا هنبدأ بقى نشتغل عشان وجعت دماغكو. بطاطس جلطان. نعم يا فندم. ست سعاد. ايوة. سلام عليكو. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيف شربيني؟ في نعمة والحمد لله. والله انا ما عنديش اي كلام اقوله غير اقول لك انك انت عامل ايه وصحتك عامله ايه. في نعمه والحمد لله وبخير، وطول ما حضرتك بخير انا بخير. ربنا يطمنا عليك. ربنا يخليك لينا يا ست الكل. ليك اي سؤال عندي يا فندم؟ انا ما فيش اي سؤال غير ان انا عايز اكلمك واسمع صوتك واشوفك. صباح الهنا على ست الكل. يا رب ما يتحرمش من صوت حضرتك علينا ولينا، وبشكرك على اتصال حضرتك الجميل اللي زي الفل. عندي زيت زيتون وبصل وزعتر فريش، كريمه لباني ولبن، وبطاطس وزبده، ودبل كريم تشيز، وبرمزان تشيز، وتوم، عندي مجموعه جبن، وعندي توم وبصل، وعندي فلفل الوان هزوده من عندي عشان يلون الليله عندي، ولكن ممكن ازود لها بيضتين ثلاثه عشان الدنيا معايا تبقى ايه؟ منعنعة. الدنيا تبقى معايا منعنعة. البيض بتاعنا طالع من التلاجة مشبر جميل. طب احط مية على النار لان شكلي كده عندي حاجة اسويها. الو يا عم طلال. الو. الو. يا خير يا شيخ حسن. نعم يا فندم. الو. انا طلال من ليبيا، احنا نحبوك واجد والله، وهالي كلهم يحضروا فيك. ما خدام حضرتك الشربين يا فندم، امرني. عمي الو. طيب حاول تكلمها تاني يا عم طلال. كده هستاذنكم واخد فاصل وابدا اشتغل في البطاطس بتاعتي. فاصل وارجع لكم تاني. اوضر المحطه واطرف ايه. رجعنا حضراتكم تاني بعد الفاصل، وتعالوا شوفوا عملنا ايه هنا.
حطيت شوية زبدة، ثوم مفروم، مكعب مرق، بصل مكعبات، فلفل مكعبات، لسه الملح والفلفل. دي الصينية بتاعتي اللي هنعملها قدام حضراتكم، جرطان اهو. وادي البطاطس اللي انا حمرتها تلات اربع تحمير اهو. يبقى كده حضراتكم اهو، كده يبقى ادي اهو كله مع بعضه. هنعمل ايه بعد كده؟ تعالوا نشوف حضراتكم هنعمل ايه. هنا في بطاطس مقلية، فلفل الوان، ثوم، زعتر، ملح وفلفل وبصل وزبدة. هنيجي هنا بقى في طلع البايركس ده اهو. الريحة مش عايز اقول لكم، مش عايز اقول لكم ريحتها عاملة ايه. ليه؟ عشان هتضربوني. طيب نشوف حضراتكم بنعمل ايه تاني بعد كده. يا ست مرفت صباح الخير، يا ست امينة، ست امينة، ايوه، صباح الهنا. يا صباح الخير، ازيك يا شيف شربين؟ ازي حضرتك يا ست امينة؟ ازي حضرتك؟ بنعمة والله يا ست الكل. الحمد لله رب العالمين. اموريني سعادتك. الله يخليك. انا هسألك على حاجة كانت والدتي الله يرحمها بتعملها. اتفضلي. الله يرحمها لك يا بابا. كان في سمك اسمه سمك باكالا. الله عليك، الله عليك، احنا دخلنا على اليونان اهوت والسمك المجفف. فكانت تجيبه تنقعه، اللي افتكره بقى انا كنت صغننه قوي. تنقعه في ميه سخنه وتسيبه وتعمله كفته محمره، وبعدين تنزله في صلصه الطماطم. هو بص حضرتك، الحاجات دي من الخمسينات وانقرضت. السمك البقلاء ده كان ايام الجريج ما كانوا موجودين في مصر، وبتتعدى على فزلاكس في الزمالك وعلى سموندوس وعلى كذا محل كانوا موجودين في وسط البلد، كانوا جريج اللي هم صحابات المحلات ديت. بعد ما مشوا للاسف ملقنهوش، لكن انا نزلت اليونان وشفت السمك مازال الان بيتباع في اليونان. السمك ده كان بيجي بينشفوه بيعلقوه في الشمس، لما ينشف بيبقى هو لحظه البسترما. انت كنت تعدي زمان على المحلات هتلاقي السجق اللي هو التخين دوت متعلق، البسترما متعلقه، اللانشون متعلق، السمك البقلاء، كل الحاجات دي كانت زمان، كان في خير زمان وكانت حاجات جميله جدا. كان السمك ده بيتبل في ميه، هو مملح جدا، كان بيتبل في ميه وبعد كده كانوا بيسووه. الحاجات دي انقرضت من زمان، بس يا ريت والله نرجع لزمان وايام زمان، عمرها ما هتتعوض تاني. سمك البقلاء ده من الحاجات الجميلة اللي هي انقرضت خالص، لكن مازال الان في اليونان موجود الحاجات دي. وانا عايز اعمل جولة كده وانزل وسط البلد، بس مش انا عارف ان مش هلاقي، لكن احنا بنعمل محاولة وربنا يستر. كده عندي لبن، خلي بالكوا بقى معانا النهاردة كده عشان نفوق مع بعض يا عم الحاج، عشان باش في حاج احسن من حاج. الو، سلام عليك يا ايمان. الو الو، سلام عليكم. الو، وعليكم السلام. اهلا يا شيف. اهلا بيك يا فندم. اتفضل. لو سمحت عاوز اسال، من ايام كنت عملت مكرونه بالارتشوك في الفرن. مكرونه بالايه يا فندم؟ الارتشوك في الفرن. بالخرشوف. بالخرشوف عملتها في الفرن. ايوه، مع فلفل، مع فلفل احمر. ايوه يا فندم، هشوفها لك على عيني. حاضر، على عيني يا فندم، على عيني. شوفي لي يا انسه، النبي الانسه المتنيه ثلاث تنيات فوق دي، هتشوفي لك. كنت عامل مكرونه بالخرشوف
من كام يوم شوفها لها تلي مقادير على الشاشه. تسلمي يا قبلتي كده. ده كريم تشيز تؤمر يا قمر امرك ماشي. السلام عليكم. نعم الو. ايوه يا فندم. ازيك يا شيف عامل ايه؟ ست امينه سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك؟ في نعمه والله يا ست امينه. ازي حضرتك؟ اخبارك ايه يا باشا؟ الله يخليك يا فندم. اتفضلي سؤال حضرتك ايه؟ كل سنه وانت طيب يا باشا. بعود الايام يا ستي. انا بشكرك بس يا باشا. يا فندم انا تحت امر سعادتك يا فندم. الله يخليك. ليك اي سؤال يا فندم؟ الله يخليك شكرا على الذوق. ربنا يكبر بخاطرك ويخليك لنا يا ست امينه. يعني الناس اللي بتكلف نفسها يا جماعه بس عشان تشكرني دي انا مش عارف اودي جمالها فين، لان ده كتير علينا ما نستحقش الحاجات دي كلها، لان احنا يعني نفسنا نعمل اي حاجه تراضي حضراتكم. كده اللي براي بتاعي ده بيض وجبنه كريم وكريمه لباني ولبن اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. تمام يا اتش. تسلم ايدين اللي اشترى. ما انا شغال مع هشام ابو الدهب. انت مفكرني شغال مع الشيخ كده كده يعني. طيب كده هنا نخش بقى الفرن يا جماعه بالحاجات الحلوه دي. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو حاولي يا بنت تجيب لنا الارتشوك خرشوف من المكرونه. بسم الله الرحمن الرحيم. دوري يا اختي دوري. بدور على عيلتي. دوري تحت الدكه ولا تحت الترابيزه؟ ده قدام الكمبيوتر يا بنت. انت قدامك ايه؟ مش هنفوق مع بعض باين علينا اليومين دول. لقيتيها؟ اسمع الله عليك. اتفضل اتفضل يا بعد. حاضر ست الكل. المكرونه بالخرشوف بعد الفاصل هنزلها حضرتك. فاصل وارجع لكم تاني. هو الغرفه المحطه واطرح في حته. رجعنا حضراتكم تاني بعد الفصل وعندنا سلطة البروكلي مع السموكت سلمون. عندي بروكلي وتفاح احمر تفاح اخضر. عندي توم جبنة الكفورد زيت زيتون سلمون مدخن خس وعين جمل. لما كل الكلام ده جميل عندي بصل اخضر. وتعالوا نشوف هنعمل ايه في اكلتنا الجميلة. العنصر الاساسي النهاردة عندي الجبنة اهي صوص الجبنة بس اديها شوية لبن عشان تبقى انسيابية معايا. اهو ابدأ اشوف هعمل ايه دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم. صلاة النبي أحسن. كده مفيش داعي للملح.
مفيش داعي للملح. ادور الصينيه بتاعتي عشان ما تتحرقش من يمه وتبقى كويسه من يمه اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدا نشوف هنعمل ايه مع حضراتكم. عند البروكلي ما بحاولش اسلقه جامد جدا اهو. حبه زيت زيتون نسيت احطهم اهم. وعادي جدا يا جماعه، ممكن كلنا نقدر ننسى عادي يعني، مش انا بس اللي بنسى يعني، ممكن المخرج ينسى يطلع حلقه، المعده تاخد مثلا تنسى المعده احسن اصلها حوله، ممكن تنسى تعمل حلقه كامله او تعمل حاجه زي كده، مش كده يا نو؟ المشكله اما اجي اغلط في حد من دول يا جماعه ما حدش يرد عليا خالص، بيبقوا زعلانين قوي. نعم ست ميرفت، صباح الخير يا شيخ. ايه اللي مزعلك؟ زعلان عشان بيتقفل عليا كذا مره يا شيخ. لا معلش، هو والله مش من عندنا، حتى لسه نهى بتكلمني بتقول انا خايفه لما دام ميرفت تزعل مننا تفكر ان احنا بنقطع الخط. انا مجرد ما حضرتك قلت مدام ميرفت تتقفل عليا ما لا مش برضو من عندنا، صدقيني اللي هي كلمتني البنت مرتين وقالت لي مفيش، انا خايفه لما دام، وحتى هشام قال لي مفيش مشكله، كانوا لسه هنطلبك يعني، ان انت غاليه علينا. انا بحب سي بي سي، بس لو سي بي سي مش عايزانا نتصل خلاص يبقى مفيش مشكله خالص. هو لسه بقول لك دلوقتي حضرتك برضو انت لازم تصدقيني يعني، انا ما بكذبش حضرتك اكيد، صدقيني انت غاليه علينا اكيد اكيد، ما نقدرش نقطع عليك اصل يعني انت بتغرمي فلوس عشان تكلمينا، هنقطع الخط عليك ليه طيب؟ لا مفيش مشكله يا شيخ خلاص، ده انت غاليه علينا وصديقه البرنامج ده، حتى يعني اقسم بالله انك يا هشام بتقولي ماما مرفت معايا، يعني عايزه ايه يعني؟ يا رب ربنا يخليك، احنا ما نقدرش حضرتك نزعلك يعني، وحضرتك عشان خاطرك وعشان خاطر هشام انا مش زعلانه خالص ولا في اي حاجه. لا احنا ما نقدرش لا نملك ان احنا نقطع الخط. عايزه اقول لشعب الامارات كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الامارات القومي، وعايزه اقول للرضوى حمد لله على السلامه، الف مليون حمد لله على السلامه، الف سلام عليك ترجعي لنا بمليون سلامه. وعايزه اقول للاستاذ بدر العتيبي نورت مصر ومصر نورت بيك، وزادتنا وزدتنا شرف ونورت مصر كلها بوجودك معانا. الراجل وجوده عندنا شرفنا، والراجل يعني لازم نرحب بيه، استقبلنا استقبال جميل جدا في البيت، في واخد جناح ملكي بصراحه في احد الفنادق الكبرى ما شاء الله، استقبلنا استقبال جميل جدا، راجل محترم وسلام، وبصراحه الراجل يعني يشكر جدا ان هو وصل بلدنا، وبشكره وبشكره من كل قلبي، سلام وتحياتي الكل على اهتمامه بينا واحترامه لينا، ده راجل محترم جدا، كون ان هو يجي لغايه مصر هنا عشان يسلم علينا يعني جزمته على دماغنا من فوق، وبشكره جدا على اهتمامه بينا وعلى ترحيبه لينا في الاوتيل، بشكره كمان مره، الراجل يشكر مليون مره. طيب كده هنا كده زعرورة كده زعرورة كده زعرورة زعرورت له، ده شغل الكريسماس والنيير والحاجات الجميلة دي. اللهم صل عليك يا سيدنا محمد، انت اللي جامد يا جامد. يا ست ام محمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا ست ام محمد، تسلم الايدين يا رب. يا اهلا بسعادتك يا فندم، ربنا يخليكي. الله يخليك تسلم يا رب، بس انا زعلانة اصلحك، زعلانة جدا جدا جدا. من انا؟ من القصر بتاعك يا شيف شربيني، ساعة على التليفون شيف شربيني يرضيك كده؟ احنا اسف يعني، اولا بعتذر لحضرتك، بس انا عايز اوجه عناية السادة المشاهدين، احنا لا نملك نؤخر تليفون لحد، احنا قاعدين اللي بخبط علينا بنفتح له التليفون يا جماعة، عايز اقول لحضرتكم عشان مدام ميرفت برضو كانت زعلانة، وجات البنت جات لي قالت لي الخط قطع مرتين على مدام ميرفت، واحنا ما نقصدش وخايفة لا تزعل مني، فحضرتك احنا لا نملك ان احنا نقطع خط على حد، لان احنا قاعدين في بيتنا
اللي بخبط علينا بنقول له اتفضل، فلما السماعه بترن عندي برفع اتكلم، غير كده ما لا املك، لا املك ولا املك ادخل حد من بره. يعني احنا شغلنا كده واضح. بعتذر برضو لحضرتك، بقول لك انا اسف جدا، انا اسف جدا. انا مش عارف اقول لكم يا جماعه، هو يعني كتر خطوط مثلا، يعني احنا على فكره يعني في حاجات كتير عايز اقول لحضراتكم بس مش محرج يعني اتكلم فيها. انتوا اشتكيتوا قبل كده ان اعلانات كتيره ومش عارفين تتواصلوا معانا وحاجات زي كده. اداره القناه قررت ان ما تدخلش غير عدد راعي معدوده علشان خاطر حضراتكم ما تزعلوش وما يبقاش عندنا كتير زي ما كان قبل كده. فده برضو القناه تشكر جدا ان هي بتعمل حاجه زي دي عشان تراعي حضراتكم من غير ما حد يزعل مننا، لان انتوا تهمونا وعز علينا زعلكم. واحنا لا نملك نزعل حد، واحنا مش عايزين حد يزعل مننا. وبرضو كمان بكرر اعتذاري لحضراتكم اذا كان خط اتقطع او حصل سوء تفاهم، لكن احنا لا نملك نزعل حد ولا نملك نقطع خط. كده طلعنا، اللهم صل على النبي عليك يا مخرج، اللهم صل على النبي عليك يا سيدنا محمد. ايه يا عم البوت اللي انت عامله ده؟ ايه يا راجل اللي انت عامله ده؟ كلمني. النهاردة والله يا جماعة حلقة جميلة وممتعة وحلوة عشان مخرجنا الجميل معانا هشام أبو الدهب. طبعا محمد حلواني الراجل بتاع الحلو اللي هو مبوظ الدنيا برضو بشرفنا في حلقاته برضو، وعمنا الأدب كله والأخلاق كله عم إبراهيم. طبعا الناس كلها زي العسل بس المشكلة عندهم من طباخ نص كم. والبنت اللي قاعدة اللي عندها شهر أطفال فوق عندي ديت اللي هي اسمها نهى غلبانة يا عيني الله يسعدها. ساعات بتبقى حولة وساعات بتبقى كارتة، حاجات كده بتتحول معانا ومش عارف. انا حولة الكاست بقى عندنا اللهم صل على النبي، مش عايز احكي لكم صلاة النبي احسن. انا عمري ما شفت في حياتي واحد مصور اعمى بجابينه مسحبينه وحاطينه على الكاميرا ازاي. لا الله اكبر، مش عايز اتكلم على اللي فوق. عايز اكل عيش. هو عارف لو جبت سيرته هينزل ناطط. انا كست اللهم صل على النبي. شباب زي الورد ربنا يحفظهم. والله يا جماعه والله 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 الشباب اللي عندي في الاستوديو دول صلاه النبي من خيره، يعني هم بيجيبوا احسن ناس عشان يشاروها في الحلقه بتاعتنا بالذات. لا في سي بي سي كلها يعني، بس يعني بالمطبخ بالذات بتوصوا بقى شويه، بيجيبوا لنا زي العسل وشباب زي الورد عشان نطلع حلقه جميله تراضي حضرتك. كل اللي بيعملوه مش عشان انا، هم عارفين ان انا على قد حالي نص كم، فلازم يجيبوا ناس اقوياء يسندوني لان لو وقعت كله وقع. فهم بيعملوا ايه؟ يجيبوا مخرج 100 مصوراتي فوق ال 100 معده 900%. مش عايز اقول لكم في الاخر يجيبوا شيف نص كم يليسوه وكيسوه عشان نطلع على الهوا. اربعه بيسندوني قبل ما اطلع ويصلبوني، وبعدين واحد يطلع لي بكاميرا هنا وكاميرا هنا، خافين يعمل دروب ولا يعني عاملين حساباتهم. لكن الحلقه بتعدي على خير الحمد لله. طبعا عمال ارغي ولسه برضو هشام ما قاليش خلص. يا هشام انت عايز مني ايه تاني يا هشام؟ انا لقيت عندي وجبه في الثلاجه اشغلها يا هشام. طيب حاضر، اصل في عندي اكل كتير في الثلاجه. مين لا 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 خلاص خلاص انا اسف، ما تحضرناش في ده يا عم الراجل الكبير بتاعنا بره، عايزين ناكل عيش. النهارده عملنا اربع وجبات، اهم وجبه عندنا بوصفه زيت عباد الشمس كريستال، كانت وصفه جميله وهايله وحلوه، واول مره نعمل حاجات جميله بالمنظر الجميل ده اللي هي عندي الكسكسي. عملناه النهارده بطريقه جميله وبشكل حلو يا رب يعجبكم، بس كان بزيت عباد الشمس كريستال. عملنا اكلات جميله النهارده يا رب تعجب حضراتكم. عملنا الكبده بالريزان صوص او بسلطان صوص او بزبيب صوص الزبيب زي ما بيقولوا. وبعد كده عملنا البوت اللي هو المركب بالسلمون. دايما شغل الكريسماس والنيير بيبقى كده هادي شويه،
ما فيهوش العك بتاع الشربيني اللي هو بيبقى فيه اكل ولغ وبتاع حاجات زي كده، تبقى حاجات كلاسيك كده شويه عشان عارف ان ايه الناس بتوعنا فافي شويه، فبحب ياكلوا بالشوكه والسكينه مش بغوب مش بغوب زي حالاتي. فاكلاتنا النهارده كلها رقيقه وهاديه وحلوه، يا رب تكون عجبت حضراتكم. النهارده يوم جميل وحلو، وانت عايز من ايه تاني يا هشام؟ يا اخي يا بخت منظر وخفف يا اخي. اختم ايه يا عم انت خليت فيها ختمان. واشكر حضراتكم على متابعتكم، واشكر مخرجنا الجميل هشام، واشكر كل زمايلي في الاستوديو. السلام عليكم ورحمه الله.